بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن قيم الجوزية، الباب الخامس عشر في توقيع الجنة ومنشورها الذي وقع به لأصحابها عند الموت وعند دخولها. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون المطففين. فأخبر تعالى أن كتابهم مرقوم تحقيقا لكونه مكتوبا كتابة حقيقية، وخص تعالى كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين. ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنويها بكتاب الأبرار وما وقع لهم به، وإشهارا له وإظهارا بين خواص خلقه، كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء وخواص أهل المملكة، تنويها باسم المكتوب له وإشادة بذكره. وهذا نوع من صلاة الله سبحانه وتعالى وملائكته على عبده. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وأبو عوانة الإسفرني في صحيحهما من حديث المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. ثم قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا تنزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، مع كل واحد منهم حنوط وكفن، فجلسوا منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلسوا عند رأسه فيقول: أيتها النفس مطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت في الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقول: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال:
فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال على الدنيا، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوخ، ويخرج منها كأنت الريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: هذا الروح الخبيث. فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي إلى سماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الأعراف 40. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى وتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الحج 31. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فافرشوه في النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. رواه أبو داود بنحوه. فهذا التوقيع والمنشور الأول. نلتقي بعد الفاصل. فصل: عدت لحضراتكم. وأما المنشور الثاني فقال الطبراني في معجمه عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه، جنة عالية قطوفها دانية. وأخبر سليمان بن حمزة الحاكم عن سليمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان، أدخلوه، جنة عالية قطوفها دانية. قلت: وقع المؤمن في قبضة أصحاب اليمين يوم القبضتين، ثم كتب من أهل الجنة يوم نفخ الروح فيه، ثم يكتب في ديوان أهل الجنة يوم موته،
ثم يعطى هذا المنشور يوم القيامة، فالله المستعان. أما عن الباب السادس عشر في هذا الكتاب بعنوان توحد طريق الجنة، وأنه ليس لها إلا طريق واحد، نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.